للوقوف عند التظاهرات المستمرة في إيران والعنف المقابل لها من قبل النظام الإيراني، انضم إلينا عبر سكايب من لندن أمين مركز معاداة العنصرية في إيران يوسف عزيزي. أستاذ يوسف، مرحبا بكم. يعني بداية وقبل الدخول في تفاصيل هذه التظاهرات، كيف تقرؤون دخول التظاهرات في إيران أسبوعها الثاني وبالتالي اتساع رقعتها رغم العنف المستخدم من جانب نظام الملالي في إيران؟ تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا أمين مركز مناهضة العنصرية في إيران. يعني استمرار هذه الاحتجاجات لأكثر من أسبوع يعود إلى عدة أسباب. أحد الأسباب لأن المرأة الإيرانية الآن هي في طليعة هذه التظاهرات والاحتجاجات ضد النظام الكهنوتي في طهران، وثانيا الزخم القومي غير الفارسي، بما أن السيدة المقتولة كردية كردستان إيران، فهذا دفع وأعطى زخم خاص لهذه الاحتجاجات كي تشمل مناطق قومية ساخنة ككردستان إيران، كأذربيجان وعاصمتي تبريز. وبالمناسبة تبريز دخل المعركة منذ أيام وليس اليوم ولا أمس، يعني الأتراك في أذربيجان إيران وأيضا العرب وسائر القوميات في إيران. فالآن اندمجت يعني قضية المرأة واضطهاد المرأة اللي يصل عمره 40 عام، يعني أكثر من 40 عام، والمرأة يعني لا يعني تتمتع بحقوقها الإنسانية، بل يواجهونها ك يعني دون الإنسان في الواقع يعني، ويفرضون عليها الحجاب، وهذا لم نراه لا في أي دولة إسلامية، لم نرى الحجاب غسلا لا في مصر ولا في العراق ولا في السعودية ولا في باكستان، يعني هذا بس خاص لدولة ولاية الفقيه. وإلى جانب ذلك كما ذكرت يعني القضية القومية أيضا. على ذكر القومية أستاذ يوسف، على ذكر القومية آسف للمقاطعة، هل لمستم خلال هذه التظاهرات، يعني أكدت هذه التظاهرات على العنصرية والتمييز الذي تتبعه السلطات ضد الإيرانيين ككل والمجتمعات غير الفارسية على وجه الخصوص؟ العنصرية متجذرة في المجتمع الإيراني مع الأسف، وخاصة النظام الشمولي الشوفيني الحاكم في طهران. فهذا الأمر في الواقع هو اللي أخر التحاق العرب بمسار المظاهرات والاحتجاجات. لكن بما أنه مصير كل الشعوب في إيران هي مرتبط بتغيير هذا النظام اللي فرض عليها وعلى المرأة وعلى أهل السنة وعلى الكردي والتركي والبلوشي والعربي، فهو يعادي هاي الناس كلها، يعادي المرأة، يعادي القوميات غير الفارسية، يعادي جيرانه. فكل هذه الأمور أدت يدا بيد كي ينفجر المجتمع الإيراني من الداخل. وهذه يعني سألتني عن سبب استمرارها، يعني الآن التحدي يعني نشوف خلافا لانتفاضة 2019 نوفمبر 2019 اللي الناس كانت تستسلم أمام العنف، الآن هي الناس تتحدي البوليس، تتحدي الشرطة، مرات يعني بيهاجموا الشرطة، يعني مش بعنف، لجل الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس. وهذا الخوف، إزالة الخوف والتحدي، وما نرى هذه من الأمور. وأيضا دخول الجامعات الإيرانية على الخط، يعني عندنا الآن 5-6 جامعات في طهران من بعد 3 سنوات سكون وخمود الآن دخلت على الخط، وأيضا الطبقة الوسطى الآن تلعب دور هام في هذه المظاهرات. أستاذ يوسف، هناك من يقول أن هذه التظاهرات تأتي ردا على فشل النظام
على المستويات السياسية والاقتصادية وصولا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ولم تكن فقط ردا على مقتل مهسا أميني. تتفق مع هذا الطرح أستاذ يوسف؟ مقتل مهسا أميني أو كما يسمونها جين أميني هو يعني كان ذريعة في الواقع، كان الشرارة التي أشعلت الغضب المتراكم عند الشعوب الإيرانية، عند المرأة، عند العمال، عند الطبقات المسحوقة، يعني كلها حركها. لكن بالضبط هذه الطبقات بعضها مثل الطبقة الوسطى دخلت المعمعة، وبعض الآخر لسه، يعني الآن الفئات الفقيرة والمهمشة وهذه لا يزال كلها لم تدخل المعمعة. إذا دخلت هذه الفئات لا شك أن سيكون التغيير قادم في إيران. هناك ردود أفعال دولية وحقوقية لمستوى الانتهاكات الحاصلة في إيران، كيف تابعتم الموقف الدولي من هذه التظاهرات؟ هل تشفي صدور المعارضة أستاذ يوسف؟ رأينا يعني في الواقع مواقف من الحكومات ومواقف من المجتمع المدني في الدول الغربية، البرلمانات، الأحزاب، هذه لا بأس، وأيضا الجالية الإيرانية. الجالية الإيرانية الآن تلعب دور هام في الضغط على الحكومات الغربية، ومظاهرات يومية من لندن إلى أمستردام إلى استوكهولم إلى حتى أمريكا اللاتينية. لكن الدول يعني الآن محدود بالشجب يعني والتنديد وكذا، وهذا مثل الإدارة الأمريكية أو الحكومات الأوروبية. نعم. فيتوقع من هذه الحكومات أن تضغط على هذا النظام الشاذ في المنطقة وفي العالم، والذي يرتكب جرائم ليس فقط ضد شعبه بل حتى الشعوب المجاورة. يعني ونحن شفنا العبث واللي صار في العراق وسوريا ولبنان واليمن، كلها من هذا رأس الشر. فنظام توسعي يريد يحيي يعني أمجاد الساسانية والصفوية. فلا شك إن 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 الشعوب الإيرانية هي اللي ستقف بوجه هذا النظام وستعمل التغيير بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية المجتمع الدولي ودعمه لها. في أحدث بيانات وتصريحات صادرة عن المعارضة الإيرانية، تتحدث هذه البيانات عن عشرات القتلى والجرحى، وهناك أكثر من 5000 معتقل. طبعا لا يزال القمع مستمرا في إيران. كيف ترون مستقبل هذه التظاهرات أستاذ يوسف؟ ذكرت لكم هذه التظاهرات بما أنه فئات الطبقة الوسطى هي اللي يهمها قضية الحجاب بالدرجة الأولى، النساء، الشباب اللي نراها، فبحاجة أن تدعمها الفئات الفقيرة في المجتمع الإيراني. نعم. المهمشة، يعني فئات اللي تعيش بمدن الصفيح، هذه الفئات إذا التحقت بالطبقة الوسطى اللي هي الآن هي قائمة وبالشارع وهذه، سيتحدد مصير النظام في هذه الحالة. أستاذ يوسف، المتابع للشأن الإيراني يلاحظ غياب الأحوازيين عن هذه التظاهرات، ما السبب برأيكم؟ الأحوازيين يعني يقولون نشطائهم أننا ثرنا وانتفضنا عدة مرات، ونحن كنا الشعب الأكثر حراكا خلال العقد الماضي. نعم. فلم نشاهد تعاضد وتضامن بما فيه الكفاية لما جرى علينا من يعني تجفيف الأنهر، تجفيف الأهوار. لا. لا. الاضطهاد القومي والعنصري، يعني هذا الكلام.
يقولونه النشطاء العرب الأحوازيين. لكن أنا برأيي أن الآن ليس أولا الأكراد والأتراك ساندونا في انتفاضة العطش في تموز 2021، ساندونا ونزلوا إلى الشوارع، فهذا يجب أن يتذكره أبناء شعبنا. فلهذا نعم من أستاذ يوسف، الضروري أن يتعاطفوا مع الشعب شكراً. الكردي، مع الشعب وسائر الشعوب والمرأة خاصة في إيران. عبر سكاي من لندن، أمين مركز مناهضة العنصرية في إيران يوسف عزيزي، شكرا جزيلا لكم.